بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نستنتج المسقط الثالث مع بعض يا شباب، يلا بينا. يلا بينا، هروح نرسم خط بزاوية 45 بالشكل ده. بعد كده ناخد المساقط الأفقية، بعد كده ناخد المساقط الرأسية. دول ثلاث مساقط أفقيين مباشر، وده غير مباشر لأن ده هيترسم داش، فلازم تبقى واخد بالك منه. وده أفقي عادي خالص، وده بداية ونهاية الكتلة، وده مستوى تاني في النص. طيب ده العرض هيبتدي من هنا وهينتهي هنا، تمام. طيب وده الداش، يبقى لازم ابقى واخد بالي ان الخط ده هيترسم داش، وده مباشر. نقطع الخطوط اللي احنا مش محتاجين لها. عايزين بقى نقعد نفكر كده مع بعض كويس، الدنيا دي ماشية ازاي. ماشي، طيب نفكر بقى كويس كده ونبدأ نركز. هنا الدنيا هتبقى عاملة كده. بص يا شباب، أنا دلوقتي عايز أقعد أفكر. السايد فيو أنا هشوفه من هنا، شوفه من الجنب ده والجنب ده، صح؟ يعني إحنا هنبص من هنا. فطالما أنا هبص من هنا كده بالشكل ده، يبقى هشوف المستوى ده والمستوى ده. يعني ده مستوى، ده مستوى. طب المستوى ده اللي هو الخط ده، ده في البلان وده في الاليفيشن. يبقى ده في البلان مرتفع في الاليفيشن، يبقى ارتفاع ده اعلى من ده، كويس. طب وده في البلان، هو ده ارتفاعه في الاليفيشن، يبقى ده عرضه في البلان وده ارتفاعه في الاليفيشن، كويس جدا. يبقى ده اللي هو الخط ده والخط ده، صح؟ صح. وارتفاعهم فين؟ لحد ده، كويس جدا. يبقى الخط ده مش موجود. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ده اللي هو ده وده، صح؟ صح. طب ارتفاعهم فين؟ ده ارتفاعه فين؟ ده ارتفاعه ده، يعني اخر الخط ده. حلو جدا، يبقى دي النهاية. طب وده الداش؟ اللي هو بتاع الخط ده، اللي هو بتاع المستوى ده. جميل، جميل جدا. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى نروح رايحين راسمينه داش لاين بالشكل ده، ويبقى الموضوع خلص من اوله لايه؟ لاخره، نبقى خلصنا الرسم. يبقى هو ده استنتاج المسقط الثالث بتاعها. فاهمين الفكره يا شباب؟ ما هو انا لازم ابدا احاول، وقلت قبل كده لو ما عرفتش تستنتج المسقط الثالث من خيالك، اعمل حاجتين. خد الاسقاطات اللي هي في زاويه 45 دي زي ما قلت لك عليها كده، وحاول ترسمه ايزومتريك فري هاند بايدك على السريع كده وانت شغال. وبعد ما ترسمه فري هاند، تروح عامل ايه؟ تروح رايح متخيله بقى على التقاطعات اللي احنا يعني كنا بنرسمها، اللي هي بتاعت الاسقاطات بتاعت الزاويه 45، وكده تبقى الموضوع خلص بسيط يعني. طبعا هي اعلى درجه في درجات التخيل هي انك تستنتج المسقط الثالث. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.